بالفعل راكم شفتوا تكذيب ديال مجلس مدينة الدار البيضاء بعد الإشاعة الزائفة. هذا ما كيمنعش على أن هناك واحد ندرة المياه ووصلنا لواحد لا سيتوياسيون، يعني واحد الوضعية مقلقة جدا بداخل مدينة الدار البيضاء، والمغرب ككل كيعرف واحد يعني وضعية ديال الجفاف وندرة المياه، ندرة التساقطات. بالفعل فالمخزون المائي اليوم جد قليل، خصنا نحافظوا على هذا الشيء اللي عندنا دابا باش يمكن لنا نلبيو حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب. طبعا شخصيا قمت بواحد بتوقيع واحد القرار ديال الحد من السقي بالمياه الصالحه للشرب لجميع مساحات الخضراء لمدينه الدار البيضاء. سيد وزير الداخليه طبعا ارسل واحد الارساليه اللي كيحث فيها على القيام باجتماعات اقليميه وجهويه من اجل الحد من هذا التبذير. فهذه نداء لجميع ساكنه مدينه الدار البيضاء، ما نسقيوش المساحات الخضراء، ما نسقيوش الديور ديالنا، ما نعمروش لي بيسين. طبعا الطوموبيلات حتى هما ما يتغسلوش بالمياه ديال السقي، لان بالمياه ديال الشرب، لان الوضعيه بالفعل جد مقلقه، فما يخليوناش على اننا نوصلوا لبعض الاجراءات اللي غادا تجيهم قاسحه.